طيبين وسهلا، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مدينة تطوان. جولة قبل الساعة 6 مساء، إغلاق المحلات التجارية بالأحياء الشعبية ديال تطوان. طرقنا معكم حي الباريو في اتجاه حي جامع مزواق. شوفوا الأجواء كيفاش دايرة قبل إغلاق كل المحلات التجارية. متتبعينا، طرقنا من حي الباريو في اتجاه حي جامع مزواق. شوفوا الأجواء كيفاش دايرة متتبعينا. التذكير أن تطوان عرفت تساقطات مطرية هامة أمس وصباح اليوم إلى حدود الساعة متتبعينا أمطار الخير. التذكير أن مجموعة ديال المناطق الإقليمية شفشاون غبرتها المياه مثل منطقة الجبهة وقاع سراس تارغا ومجموعة ديال المناطق متتبعينا. إذا نتمنوا الأمور تكونوا على خير وبخير. متتبعينا التزموا الأماكن ديالكم، ذكروكم والبيوت. إحنا معكم في هذه الجولة عبر شوارع تطوان الأحياء الشعبية. كما قلت انطلقنا من حي الباريو في اتجاه حي جامع مزواق. شوفوا الاجواء كيفاش دايره متتبعي قناه شوف تيفي، ما كنتم داخل المغرب او خارج المغرب. طبعا تساقطات مطريه مهمه كما قلت عرفتها تطوان. مجموعه ديال المحلات كنشوفها مغلوقه هنا في حي جامع مزواق. طبعا قبل مساء طبعا التذكير ان الشرطه العسكريه الان في مدينه تطوان في بعض الشوارع متتبعينا الحيطه والحذر، كلشي التزم البيوت والمنازل ديالكم. نطلبوا الله هذه الارقام تبقى واقفة مثل ما ترتفعش، بقات في 143. نتمنوا يا ربي تبقى ادعوا معنا الدعوات ديالكم مستبينة، ولكن بالالتزام توجيهات اللي تعطات وبقيتوا في الاماكن والمنازل ديالكم. خروج الا للضرورة القصوى بالوثيقة الاستثنائية ديال التنقل، غادي يمكننا نتغلبوا على هذا الوباء متتبعينا. اذا الان احنا معكم في حي جامع، اذا كما قلت متتبعينا احنا الان في حي جامع مزواق من احد الاحياء الكبيرة والمعروفة هنا في مدينة تطوان. غادي نديروا معكم هذه الجولة. نتمنوا ان كل المواطنين اللي معنا في هذا البث المباشر والحاضر يعلم الغائب كما كنقول دائما انهم يلتزموا البيوت ديالكم، وخبروا كل واحد انه يتعامل مع التوجيهات بصرامة وبجدية. متتبعينا غادي نمشيو في هذا الاتجاه التي تؤدي لحي حندق الزربوها اعتقد، ووصول الى حي الرمانة ثم العودة عبر مدارة الحمامة. متتبعينا نذكركم بان تطوان طبعا عرفت تساقطات امطار الخير تساقطات مطريه مهمه عفوا، والمناطق المتضرره بالاقليم شفشاون الجبهه ترغى تغسى، يعني مجموعه ديال المناطق الجبليه في الشاطئ الساحلي في المنطقه ديال الاقليم شفشاون اللي غبرتها المياه. متتبعينا تساقطات الاحجار في طريق الرابطه من تطوان وادلا وادلا وقاع سراس قاع سراس ترغى الى حدود الجبهه الحيطه والحضر. متتبعينا وانتم كتشوفوا ان الدوريات ديال الشرطه تصل وتجوب الاحياء الشعبيه كذلك. متتبعينا نتمنوا انكم تاخذوا التعليمات بعين الاعتبار، التزموا البيوت ديالكم. نتمنوا صديقين ان الارقام ما تطلعش في المغرب، وقفت في 143. نتمنوا نطلبوا ربي السلامه انها توقف هذا الرقم. اذا متتبعينا احنا معكم في هذه الجوله عبر شوارع تطوان عبر الاحياء الشعبيه ديالها في اتجاه حي خندق الزربوح وصولا لمنطقه الرمانه حي الرمانه والعوده عبر وسط المدينه. متتبعينا طبعا نذكركم ان اقفال المحلات في الساعه 6 مساء اقل من 40 دقيقه تفصلون على اغلاق المحلات. طبعا غتبدا المراقبه الصارمه ديال الاجهزه الامنيه والسلطات المحليه. كل مخالف وما التزمش بالقانون ديال حظر التجوال غيكون عنده عواقب وخيمه وغرامات ماليه كبيره متتبعينا كتوصل حتى 1300 ديال الدرهم او الاعتقال او التقديم. اذا متتبعينا نتمنوا المواطنين يلتزموا البيوت ديالهم، ونطلبوا الله ندخلنا في الاسبوع الثاني الحمد لله اننا نسيطروا، ونتمنى اننا نسيطروا طبعا على هذا الوباء بالمكوث في المزول في المنازل عفوا ديالنا. اذا متتبعينا احنا الان في حي خندق الزربوع شريع هلال الاحمر كما كتشوفوا قبل الساعه 6 هذه الاجواء قبل ما يتم اغلاق جل المحلات في الساعه 6 مساء. نتمنى ان الناس اللي كتقدم بحال اللي كنشوف هذا الحانوت هذا متتبعينا انها ترك مسافات الامان، المرجو ترك مسافات الامان متتبعينا. الحيطه والحذر الحيطه والحذر. اذا المتسابقه نشوف دابا احنا في قلب حي خندق الزربوح المؤدي الى سوق الجمله سوق الخضر والفواكه في مدينه تطوان. غادي نخرج معكم المداره ديال الرمانه. شوفوا الاجواء امامكم جبال غرغيز طبعا كنشوفوا الضباب الكثيف مع التساقطات المطريه المهمه اللي عرفتها تطوان والاقليم ككل واقليم شفشاون. نذكركم ان المناطق متتبعينا اللي اضطرت جراء الفيضانات الجبهه قاع سراس ترغى سطيحات، هذه المناطق الناس محاصره متتبعينا. الحيطه والحضر دعوات ديالكم. طبعا هذه هي منطقة الرمانة شارع الريف متتبعينا. غادي نمشي معكم في اتجاه وسط المدينة ونعود لكم الساعة 6 في مباشر آخر.
كنتمناو ان الناس تكون وصلت بالفعل المستوى ديال الوعي ونلتزموا في البيوت ديالهم، لان هذا هو الخطير، هو الانسان انه ما يخش توجيهات بعين الاعتبار متتبعينا. طبعا تحيه لكل الاطر الصحيه والامن كلها والقوات كلها والاعلام الحر. شكرا لك اخي. طبعا تحيه كذلك لكل السلطات الامنيه والصحيه والقوات العموميه، عفوا الامن الوطني، الدرك الملكي، القوات المساعده، الاطر الطبيه كذلك والشبه الطبيه، رجال الاعلام، الصحافه، طبعا صحفيين كاملين اللي التزموا بعض المؤسسات انه يبقوا في الميدان لنقل الوقائع والاحداث. تحيه حاره لكل الزملاء الصحفيين والصحفيات التي اشتغلوا في هذه الظروف، طبعا التساقط المطري والبرد والوباء، ولكن طبعا احنا التزمنا اننا نزلوا للديران مرتبين نبقوا في الميدان. اذا كما كتشوفوا الاجواء ديال تطوان طبعا خاويه، الحمد لله ان الناس التزمت، والا طبعا حالات استثنائيه مع اصلا توقيت الاغلاق المحلات الساعه السادسه. شيء جميل جدا ان الامور ماشيه بهذه الوتيره، الحمد لله الناس وعات. مع في الاول طبعا ربما كيبقى الانسان متردد، ما عارفش هذه حضره تجوال جديده اول مره للمدينه كتطوق الانسان حتى نفسيا، اكد ان الناس قنطانه في ديورها ولكن تحت الاكراه تحت الضغط، ولكن ديك الضغط وديك العزيمه ان شاء الله ربنا نتغلبوا على هذا الوباء. اذا متابعينا وصلنا معكم القلب مدينه تطوان، الحمام البيضاء بالولانكا، هي امامكم المجسم ديال الحمام البيضاء. نتمنوا صديقين الامور تنتهي ان شاء الله، لكن هناك سيارات واقفه فوق الرصيف هنا بدون امن عليهم ان يأتوا خذوا وزروا صاحبة هذه الافعال. طبعا ما يمكنش ان السيارات ما تكونش، طبعا السياره ما خصهاش تكون فوق الرصيف لان الرصيف للراجلين، ولكن هذا مرض اخر، خصنا حل اخر. سيمونير من طنجة. اذا متابعينا احنا في اتجاه وسط المدينه عبر شارع الحسن الثاني، انتم كتشوفوا الاجواء كيفاش دايره. طبعا يا خويا الناس ديال تطوان مشكورين، تفاعلوا مع التوجيهات اللي وجهتها السلطات. غنمشي معكم على مستوى دار الثقافه والمركز الثقافي باش نخرجوا شارع مولاي عباس، مرور على الدار ديال العميل ديال تطوان ووصلوا لوسط المدينه. متابعينا امامكم جبل درسه، هنا التذكير ان تطوان عندها جبل درسه وجبل غرغيز، جوج ديال الجبلين مغارب بعضياتهم. هنا الان شارع مولاي عباس، انتم كتشوفوا الدنيا خويا، المحلات التجاريه كلشي مقفول، الدنيا خاويه وهي خويا القنطنه. طبعا ولكن شويه ديال الصبر، شويه ديال الصبر ان شاء ربنا باش نتغلبوا وترجع الحياه الطبيعيه. ثم شفتوا البلاغ ديال رئاسه الحكومه انه الحاله ديال الطوارئ في المغرب غتبقى من 20 مارس الى 20 ابريل. طبعا هذا اذا بقات الارقام يعني وانضبطوا الاخوان والاخوات الساكنه، والحمد لله نتغلبوا على هذا الوباء. اذا نتمنوا ناخذوا الحيطه والحذر ونتغلبوا على هذا الوباء ان شاء الله، باش نهار 20 يكون عرس في المغرب في ربوع المملكه وترجع الحياه الطبيعيه متتبعينا. اذا احنا في شارع مولى عباس امام منزل او دار ديال العميل تطوان، هي اللي امامكم متتبعينا في هذه الجوله. انتم كتشوفوا الدنيا خاويه، كل شيء في البيوت ديالهم، استثناء السيارات اللي مركونه هنا. متتبعينا نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، املنا نشوفكم في مباشر اخر بعد لحظات الساعه السادسه. غادي نديرو مباشر باش نشوفو الحركة ديال التجوال، حظر التجوال، عفوا تدخل ديال السلطات الأمنية، تدخلات الجزرية أكيد خصها تكون، لأن ميمكنش هاد الناس عاود ما يخضعوش للتعليمات كيما كنقول، لأن هذا قانون كيسير على كل شيء، الكل يلتزم البيوت ديالو. متسبعية إذا متسبعية قناة شوف تيفي، تنشكركم على التفاعل والتعليقات ديالكم. حنا الآن في شارع مولاي عباس فوق السور ديال الشلال المعروف هنا في مدينة تطوان، وغادي ندورو على المدارة ديال المحطة الطرقية ونشوفو معنا الأجواء كيفاش دايرة في وسط المدينة. أملي نلقاكم بخير، يجيبو الأرصفة الهائط لمدينة تطوان. أوكي، نتمنى تقضيو معنا أوقات جميلة في هاد الدردشة. شوفو كتشوفو تطوان، السيارة ديال الشرطة العسكرية هي كتدور هنا في تطوان، هاي نتوما شفتوها. غادي ندورو في هاد المدارة متسبعينا ديال المحطة الطرقية، نتمنوا نقضيو معنا أوقات جميلة. الساعة 5:30 30 دقيقة تفصلنا على بداية حظر التجوال وإغلاق جل المحلات التجارية. متتبعينا نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير. عبدو شكرا لك أخي، الله يبارك فيك. نحاولوا بطريقة ولا بأخرى نوصلوا للمواطن طبعا صوت وصورة ما يصول ويجول في المدينة. متتبعي قناة شوف تيفي شكرا لك سي عبدو، شكرا للتفاعل ديالك والتعليقات ديالك أخي، شكرا لكل المتتبعين الأوفياء داخل المغرب أو خارج المغرب. إذا وصلنا معكم ساحة مولاي المهدي قلب مدينة تطوان،
قبل الساعة السادسة الآن الخمسة ونص متتبعينا. كان معكم أحمد الموت كالعادة في هذا البث المباشر من تطوان. قبل ما نقطع هذا المباشر متتبعينا كما كتشوفوا، كان معكم احمد المعتكف من تطوان في هذه الجوله. دائما احنا جنود مجندين وراء الخبر والمعلومه الصحيحه طبعا المتسبقه شفت في. تنشكركم على التفاعل ديالكم عفوا والتعليقات ديالكم. احنا التزمنا اننا نبقاو معكم في الميدان لنقل وقائع صوت وصوره متسبقين. نتمنوا تبقاو في ديوركم، كتهمني وكتهمك وكتهمك انت اخي اختي. شكرا لكم، احمد المعتكف من تطوان، الى اللقاء في مباشر اخر.